اليوم عرفت مدينة الأقصر الكبير احتضانها لملتقى الجهوي للمرأة التجمعية السابع تحت عنوان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة التعاونيات والجمعيات نموذجان تحت شعار التمكين الاقتصادي مدخل لتنمية ترابية دامجة. وأكيد أن هاد اختيارنا لهاد العنوان هذا ما جاش من فراغ، جاء انطلاقا من واحد الوضعية اللي كتميز بها جهة طنجة طوان حسيمة، هي الإقبال كبير ديالها للتعاونيات النسائية كذلك، وفرصة باش أننا نسمعوا المشاكل ديال النساء التجمعيات، وهذه فرصة لتقوية البيت الداخلي للتجمع الوطني الأحرار النسوي باش أننا نعرفوا المشاكل اللي كيعانيونا ونقدروا حنا كمسؤولين وكبرلمانيين أننا نترفعوا للقضايا ديالهم في قبة البرلمان. ومن بين أبرز المشاكل هي التسويق، منتجات ديالهم، مشكل ديال التمويل ديال المقر، عدة مشاكل. ولكن الجميل أن معنا قياديين كبار اللي هيسمعوا هما بيدهم، حيت ليس كمن سمع رأى، راني كتسمع واحد عن قرب. وهذا هادشي اللي معروف على تجمع الوطني الأحرار، معروف عليه أنه كينزل للميدان وكينزل للشارع وكينزل يتسلط للناس. وأكيد أكيد أكيد اللي حنا كنركزوا عليه هو أن اليوم غنديروا واحد لجنة ديال التتبع ديال المخرجات والتوصيات، وهتكون توصيات حقيقية وملموسة نقدروا نطبقوها على أرض الواقع. وشكرا.